أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. يا منزل الوحي المبين تفضلا، ندعوك فتقبل يا كريم دعانا، احفظ به الأوطان واجمع شملنا، فالشمل مزقا والهوى أعيانا. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ونغم جديد ونغم الروح، دار ترجمان القرآن. دار ترجمان القرآن من الدور اللي لها بصمة في الفترة الأخيرة في تربية الأولاد، مش هقول بس تحفيظ قرآن كريم، لا، الدار لها منهج محترم جدا بيربي الأولاد على المنهج الإسلامي الصحيح، يعني تحفيظ قرآن، تحفيظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورد من الأذكار، تربية أو منهج الدار ماشي عليه وثبت أثر وبصمة كبيرة جدا في المجتمع ومع الشباب الصغير أو الأطفال الصغيرين. النهاردة معانا الشيخ محمد فرحات، مؤسس والقائم على أعمال دار ترجمان القرآن. اهلا بك يا شيخ محمد. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ سعيد جدا بوجود حضرتك معايا النهارده. انا اسعد حبيبنا، ربنا يبارك في حضرتك وبارك الله فيك. قول لي بقى في البدايه، دار ترجمان القران الفكره جت منين او البدايه كانت ازاي؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدايه يعني المره اللي فاتت كان معانا فاطمه 4 شهور بفضل الله وخاتمه القران الكريم، لا تسال عن هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير في وفي امتي الى قيام الساعه. الله سبحانه وتعالى لما يلاقي الناس ببعاد عن القرآن الكريم يروح مطلع نموذج أو 2 أو 3 في كل قرية عشان القرية كلها إيه تحتذى بهذا بفضل الله. المرة اللي فاتت كان فيه طالبة ملك 1.5 سنة، كان فيه الطالب سعد ده بيطلع من الأوائل بفضل الله سبحانه وتعالى متحدث. النهاردة معانا منا، معانا زينب، ومعانا إيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، كلهم الاثنين بيبقوا أوائل أزهرية، ومنا طبعا من أوائل المدرسة بفضل الله في التعليم اللي هو العام. الفكرة كانت كالآتي، طبعا انا ختمت القران الكريم بفضل الله على سن 8 سنين. مشايخنا زمان كانوا دايما يحببونا ازاي الاول عشان نحفظ كلام ربنا سبحانه وتعالى نعرف الاول يعني ايه كلام ربنا سبحانه وتعالى. جميل. الاول كان بيقعد معانا الاول يعرفني يعني ايه الله سبحانه وتعالى، كان بيعلمني يعني ايه وفي انفسكم افلا تبصرون، العين تشوف 6 مليون لون في الدقيقه الواحده، العالم بيخزن او في العقل الحته الصغيره اللي قد كده مش الدماغ كلها 164 مليار خليه، الكبد اللي هو بيعمل كذا، بيشرح لنا جسم الانسان في ايه واحده بس وفي انفسكم افلا تبصرون. كان في مشايخ من وانت وسنك صغير كانوا بيربوك او بيعلموك تعليم صحيح؟ كان الاول بيعلمونا ازاي اعرف ربنا سبحانه وتعالى عشان لما اجي احفظ كلام ربنا سبحانه وتعالى اعرف اني اعرف ايه اللي انا بحفظه. يعني زي ما قلت في البدايه في منهج مش مجرد تحفيظ، في منهج تعليم او منهج تربيه. الاول قبل ما اي حد يفتح دار عشان يحفظ كلام ربنا او اي حد عاوز يحفظ كلام ربنا سبحانه وتعالى، الاول لو يجمع اولاده ويعي الاول يحببهم في قال الله وما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن، وإيه كل شوية ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا قصص، وإيه كل شوية ربنا سبحانه وتعالى يجيب لنا آيات ويخوفنا، وفي الآخر يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني يا ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن الجنة وبعدين يتكلم عن النار، طب ربنا سبحانه وتعالى بيدينا الحاجات الحلوة، طب بعدها ربنا بيتكلم عن النار ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي في القرآن يحكي عن النعيم وما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، طب ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الآيات اللي تخوف ليه؟ طب وهناك طب في نار ليه؟ بدأوا مشايخنا يعلمونا الحاجات دي، فبالتالي لما دخلنا على كلام ربنا سبحانه وتعالى الموضوع كان سهل. طبقت ده مع الأولاد بفضل الله، الأولاد ما كانش عندهم يعني إيه ما عندهمش مانع إن هم يحفظوا صفحة 2 3 5 ويكملوا ويجوا إحنا عايزين زيادة. ليه؟ بيحفظوا القرآن على هيئة قصص. طب واحد يقول طب مثلا في النساء ربنا سبحانه وتعالى بيقول المواريث وبتاع، طب يا المواريث ده قصص المواريث ده قصص. أما أجي أقعد مع واحد وأجي أقول له البنت لها كذا والولد ليه كذا، طب لو ولدين لهم كذا، طب لو 3 لهم كذا. قصدك إن كان في منهج تعليمي ده اللي سهل حفظ القرآن الكريم على الأولاد وحببهم في الحفظ. وحببهم في الحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك لما كنت بعمل لهم موضوع الآداب الإسلامية كان سهل عليهم جدا بفضل الله، حفظوا متن 40 النووية عربي خلص بفضل الله، كتاب رياض الصالحين اتعمل لهم أبحاث، كان بيتعمل لهم أبحاث كنت بعرضها على أساتذة الجامعات كان بينبهر من دول. أنا قبل ما حفظهم القرآن قعدت السنة كاملة معاهم أقعد بس أعلمهم الحاجة دي. طيب قول لي البداية كانت إزاي أو بداية الدار كانت إزاي؟ بدأت مثلا مع كم طالب ووصلت فين لحد دلوقتي؟ بفضل الله اول ما دخلت برنامجتي كان في موقف كده مضحك ما ينفعش ان هو يتقال، بس كان موقف مضحك فكلهم ضحكوا فانا حزنت. معقوله قريه زي دي بفضل الله فيها قوامع علميه كتيره جدا وفيها اساتذه الجامعات كمان وقريه كبيره جدا، ومع ذلك نموذج القران الكريم ما فيش خالص في القريه الا ما رحم ربي. يعني قريه مثلا تعداد سكانها 60,000 ناس ما فيهاش 50 60 واحد حافظين القران، يعني عدد ميت خالص ما فيش نسبه وتناسب خالص. بفضل الله ربنا اكرمني، شاورت مع دكاتره الجامعات، شاورت مع مشايخ، قعدت اتكلم معاهم اعمل ايه ما اعملش ايه، ما كنتش بمشي من مزاجي، علمونا مشايخ ولا تتبع الهوى.
فيضلك عن سبيل الله، ما اخدش رايي من دماغي، تشاورت مع ده وتشاورت مع ده، ربنا اكرمني طلع لي بالنتيجه دي بفضل الله. بس انت عندك هدف من الاول وعندك اراده انك تسيب بصمه في المجتمع وتاثر في الشباب دول. بص حضرتك، زي ما مشايخنا علمونا، اللي انا اتعلمته بنشر، لان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني على كده. حاجه بقولها كل ما بطلع في الميديا، بقول اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى، او النبي قال في الحديث، اول ما يحاسب عنه الانسان يوم القيامه الصلاه. الله ما قال اكبر ما يحاسب عنه الانسان يوم القيامه، الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما اش اكبر، لان اكبر حاجه الانسان يتحاسب عليها نعمه العقل. حضرتك شغال في الميديا، ربنا يحاسبك ليه ما طورتش من نفسك وبقيت احلى مذيع في مصر. كذلك اللي هم فين، الكاميرات، المخرج، المعيد، كذا، الطاقم ده كله ربنا سبحانه وتعالى حاسبهم ليه؟ ما ربنا اداكوا عقل، ليه ما بقيتوش افضل ناس؟ وليه ما طورتوش من نفسك وبقيتوا احسن ناس؟ كل واحد في مهنه ربنا سبحانه وتعالى يساله، ليه ما بقتش احسن واحد؟ انت مسلم، المفروض دلوقتي تكون مثل يحتذى به، كل العالم دلوقتي كله يفتخر بيك، انت في مجالك بروفيسور في مجالك. كذلك مجال القران الكريم، مجال القران الكريم لو علمت اثنين ثلاثه في قريه، بعد كده الاثنين ثلاثه دول هيخلوا القريه كلها بسم الله ما شاء الله. بالظبط، وخصوصا لما يكون النموذج ناجح ومشرف، فالكل بيقتدي بيه وعايز يبقى زي النموذج ده. فضل طيب احنا معانا النهارده بقى الشباب الجميل او البنات الجميلات دول، قول لي بقى كل واحده بدات معاك ازاي؟ عايزين بس في الاول نعرف ايمان بدات معاك امتى وحفظت قد ايه؟ طيب انا هقول وهي تكمل ان شاء الله. ايمان بفضل الله جات لي فتره بسيطه، الاول كان جايه خمس ايات سبع ايات بس، اول ادب سمعت، ثاني ادب سمعت، ثالث ادب سمعت، النظام ده ما ينفعش. انا في البيت انا عملت وقت القران الكريم، الساعه بتجر ساعه والساعه بتجر ساعه، بحس بلذه. لا معلش افتح الموضوع معايا، هي تتكلم ان شاء الله باذن الله عن الموضوع ده. ايمان قول لنا ايمان بقى بدات ازاي؟ انا بدات بحفظ القران الكريم مع الشيخ محمد فرحات في شهر 12، وختمت في شهر 9، وانا كان عندي هدف ان انا اختم في شهر 9. وبدات القران ان انا الاول كنت بروح عند الشيخ محمد فرحات، كنت باخد خمس ايات وست ايات، فبعد كده حسيت ان انا عايزه اخد اكتر وعايزه اطور من نفسي، فقلت للشيخ محمد فرحات ان انا عايزه اكتر، فبدات اخد بصفحه وليت لصفحتين وثلاثه لحد ما بقيت باخد بالجزء. ما شاء الله، يعني جزء قد ايه؟ يعني بتحفظي جزء في قد ايه مثلا؟ يعني بحفظ جزء في مره واحده. ما شاء الله، كملي اتفضلي. انا بصراحه منبهر، يعني حفظ القران الكريم وانت في السن ده تحفظيه في 9 شهور، بصراحه انا منبهر جدا بيكي بصراحه. تمام. طيب قولي لي بقى، يعني الشيخ محمد اثر معاكي في ايه؟ او ازاي برضو كنت بتوفقي بين الدراسه وبين الحفظ؟ انا كنت بعمل وقت للدراسه ووقت الحفظ، كنت بروح المدرسه الصبح فباجي وقت الظهر فما كانش بيبقى عندي اي حاجه، فكنت بقعد احفظ وبروح الدار وبسمع وببقى حافظه الورد بتاعي، وكنت بعمل وقت يعني انت كنت بتنظمي الوقت، كل الفكره كان في تنظيم وقت كويس. الوقت لما يتنظم طبعا بيحصل حاجات كتيره جدا. طيب ممكن تسمعينا ايه دلوقتي بقى من القران الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بس طبعا يا شيخ محمد بقى الأطفال الحفظ بس مش كفاية، ومحتاجين طبعا ننميهم أكتر في التجويد وفي مخارج الحروف أكتر. طبعا أكيد أنت عندك منهج للكلام ده كله. طبعا بيبقى في يوم كامل للحاجة دي بفضل الله، مع الآداب الإسلامية يوم خميس يوم جمعة، ده بيبقى يوم كامل
لحصه التجويد بفضل الله سبحانه طيب وتعالى. طيب انا شايف ان الاولاد يعني اعمار مختلفه، قول لي ازاي بتوفق بين الاعمار دي، او كل مرحله عمريه لها تعامل مختلف؟ عندي اربع مراحل عمريه، عند البنت الكبيره اللي في ثانوي وجامعات دي ليها فكر معين، عند الصغير، عند الولد اللي هو في ثانوي وجامعات برضه، وعند الفكر الصغير. كل واحد له اسلوب تعامل معين. كل واحد له اسلوب تعامل، الولد البنت الكبيره دي ليها اسلوب تعامل، ليه؟ لانه خلاص مرحله عمريه، عدى داخل على مرحله جديده، داخل على جامعات، داخل على مجتمع جديد، دنيا جديده، فلازم من الاول تاخد دروس لوحدها، توعيه الاول. مع القران الكريم، في مواضع في القران ببدا اشرحها لهم، المواضع دي بفضل الله بيطبقوها على نفسهم، البنت دي بعد كده بتكون حاجه ثانيه خالص، عندها اذكار، عندها صلاه، عندها ورد يومي في الاذكار. يعني كل مرحلة عمرية لها منهج معين ولها طريقة معينة في التعليم. في التعليم وفي الشرح كمان، وفي نوعية الآداب الاجتماعي اللي بياخدوها بفضل الله. أنا شايف برضو معانا زينب، يعني سنها صغير ما شاء الله، واللي بتتعامل مع زينب إزاي بقى؟ بص، أحسن سن بعرف أتعامل معاه هو السن دوت. ليه؟ لأنه بيكون صفحته بيضاء. أي زي ما بيقولوا. فبتعرف بقى تشكل الموضوع، أو تعرف تربي وتقوم بسهوله يعني، بالتنسيق مع ولي الامر في البيت. بالظبط، اكيد الاسره لها دور كبير في الموضوع. تمام. طيب انا عايز اسمع زينب، انت كم سنه يا زينب؟ انا 11 سنه. 11 سنه؟ حفظت القران الكريم في قد ايه؟ في سنتين وشهرين. سنتين، بدات وانت 9 سنين تقريبا، صح؟ ودلوقتي ختمت القران الكريم. طيب ممكن تسمعينا في ايه؟ انا هقول دلوقتي سوره الانبياء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، الله يفتح عليك. ما شاء الله يا شيخ محمد، يعني النماذج النهارده ما شاء الله كلها نماذج طيبه. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمد، ربنا يوفقهم ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. طيب احنا معانا برضو منا مسعد، قول لي بقى يا منى انت كام سنه؟ 14 سنه. طيب قرب المايك شويه. بدات بقى حفظ القران الكريم وانت كام سنه؟ وانا عندي 13 سنه. حفظتي في قد ايه؟ في 10 شهور. في 10 شهور ما شاء الله. طيب قولي لي بقى البدايه كانت ازاي بقى؟ الفكرة ان انا رحت للشيخ محمد فرحات، كان نفسي ان انا قرب المايك بس شوية، كان نفسي ان انا احفظ القرآن دوت، عشان برضو القرية بتاعتنا كانت معدومة من حاجة زي كده، وانا كان نفسي بصراحة يعني اشجع الناس كلها وانها يحفظوا القرآن الكريم، وبرضو عشان نرضي ربنا وكده، ونقتدي بالصحابة وان الناس كلها تتأثر فينا. جميل جدا. وانت لقيتي طبعا دارت في رجوان القرآن ساعدتك على ده وشجعتك ودعمتك بشكل كبير، لا تأثير جامد يعني. كنت تحفظي قد ايه بقى في اليوم تقريبا؟ كنت بحفظ 4 صفحات، بعد كده في الفترة الأخيرة اللي هي في الأجازة كنت بحفظ مثلا 10 صفح، وآخر فترة كنت بحفظ جزء مثلا. ما شاء الله، والله أنا بجد يعني مش عارف أقول إيه، أنا منبهر جدا بالشباب اللي معانا النهاردة، يعني بجد والله نماذج طيبة جدا جدا، ونتمنى يكون مجتمعنا فيه نماذج كتير زي كده. وبصراحه شيخ محمد انا والله مش عارف اشكرك ازاي، ومش عارف اقول لك ايه، يعني اتمنى بجد يكون في نماذج زي كده كتير، ويكونوا في كل الاماكن، يعني في كل القريه نلاقي فيه دار تحفيظ قران كريم، ويطلعوا نماذج طيبه زي كده، يبقى مجتمعنا افضل من كده بكتير طبعا. ربنا يبارك فيك. انا ما كنتش بنام عشان الاولاد ده، بصراحه انا ما كنتش بنام، انا كنت من بعد الفجر لحد بعد العشاء وانا معاهم. بالظبط.
كان في وقتي كله كان مع الاولاد، كنت بتمنى من الله سبحانه وتعالى، فربنا اداني الثمره دي بفضل الله. والله وهي فعلا افضل ثمره، يعني ما فيش افضل من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وانا شايف ان الاولاد يعني مش مجرد حفظ بس، شايف ان الاولاد ما شاء الله يعني عندهم شيء من الوعي وعندهم شيء من الادراك. لما تلاقيهم بيقولوا احنا عايزين نحفظ القران الكريم عشان القريه منعدم فيها مثلا حفظ القران الكريم، او حفظ القران فيها القران الكريم فيها ضعيف شويه، وعايزين ينشروا مثلا احاديث اصحابه وما الى ذلك. فالشباب ما شاء الله عندهم وعي وفي تربيه، واضح ان في تربيه، لان زي ما قلت في البدايه ان الحفظ بس مش كفايه، في تربيه. لو في تربيه وفي وعي عند الاولاد وفي عندهم رغبه، اكيد هيحفظوا القران الكريم وهيلتزموا بالحفظ، واكيد صعب ينسوا القران الكريم بعد كده. ربنا يوفقك حبيبنا ومرضاك. انا بشكر الشيخ محمد فرحات والوالد والوالده ان هم برده كانوا بيشجعونا على حاجه زي كده، وبرده كل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الوالد والوالده والشيخ محمد فرحات. بمناسبه بقى الاسره، ما جاش حد في مره قال لك بقى اهتمي بس بمذاكرتك بس او دراستك بس، وخلي القران الكريم مثلا في الصيف او كده؟ لا بالعكس، هم كانوا دايما يشجعوني يقول لي هو ده القران اللي هينفعك، العلم مش هينفعك بحاجه غير في الدنيا بس، انما القران الكريم هيبقى معايا في الدنيا وفي الاخره باذن الله. طبعا من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن اراده معا فعليه بالقران. طيب هتسمعينا النهارده بقى سوره الانعام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. واللي بقى شيخ محمد، انت شايف ان المجتمع محتاج تسليط ضوء اكتر على المواهب اللي زي كده او على القرآن الكريم اكتر من كده؟ انا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت بصفتي بفضل الان بسجل فواصل في ذات القرآن الكريم. شايف ان كمية المبتهلين على ذات القرآن الكريم ما شاء الله قراء يعني شوية. تمام. بس يا شيخ محمد ذات القرآن الكريم بس مش كفاية. يعني ذات القرآن الكريم اي نعم هي رقم واحد في العالم كله، وطبعا خرجت يعني عمالقه طبعا في القران الكريم او في الابتهال او في الانشاد، لكن هي تظل مؤسسه واحده. بقيه المؤسسات الاعلاميه ما تلقيش الضوء بشكل كافي على القران الكريم. انا هقول لحضرتك على حاجه، ان في وسائل اعلاميه دلوقتي فاقت اذاعه القران الكريم بكثير. ابسط حاجه مثلا برنامج زي ده، تمام، ده ما بيفرقش ما بين ده قيمه علميه كذا او بتاع، هو اهم حاجه عنده الصوت وعنده القران الكريم، فانا اظهره للناس، الناس تتاثر بيه، كله يبقى كده، المجتمع كله يبقى كده بفضل الله. كذلك البرنامج ما هوش مثلا مواهب بس كده، لا، حواري برضو، ان احنا نجيب ناس نماذج قران كريم، انك تبرز النموذج عشان ياثر في المجتمع، عشان ياثر في الناس كلها. لن يقوم المجتمع هذا الا مع كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل، مع كلام الله سبحانه وتعالى الهدايات والرحمات والبركات تتنزل من الله سبحانه وتعالى، وتاخد معاها وترفع معاها البلاء والحقد والغلاء والوباء والامراض، تاخد معاها كل حاجه ببركه القران، وتحل بركه ربنا سبحانه وتعالى على العالم كله، فتجد بقى ايه رضي الله عنهم ورضوا عنه تنتشر في العالم كله. الله سبحانه وتعالى اللي بيتقاضى اعلى الرواتب يكون راضي، اللي بيتقاضى ادنى الرواتب يكون راضي، وربنا يرزقه نعمه الرضا ببركه هذا القران بفضل الله سبحانه وتعالى. شيخ محمد فرحات انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. واتمنى يكون في نماذج كتير جدا زي حضرتك كمعلم وكمربي، وفي نفس الوقت لما يكون في معلم وربي زي شيخ محمد فرحات وزي اداره ترجمان القران الكريم هيطلع نماذج جميله كده زي الاولاد اللي معانا النهارده. بجد بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى فعلا يكون في نماذج زي كده فعلا كتير. جزاكم الله خير يا استاذ محمد، ربنا يبارك في حضرتك حبيبنا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر لله يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك حبيبنا، بارك الله فيك. بشكر طبعا كل المواهب اللي كانت معانا النهارده، بشكر ايمان محمد السيد شكرا جزيلا، وبشكر القارئه
زينب محمد، شكرا جزيلا، وبشكر القارئة منة مسعد، شكرا جزيلا، وربنا يوفقكم في القادم إن شاء الله. طبعا أولادنا هم أهم حاجة في حياتنا، لازم نهتم بيهم ولازم نربيهم التربية الصحيحة، لازم نكون فاهمين إن الطفل النهاردة أو الولد النهاردة بيتعلم من وسائل مختلفة، الطفل بياخد وسائل، بياخد شوية التعليم من الشارع وشوية من أصحابه وشوية من وسائل الإعلام، فلازم يكون الأسرة لها دور في إنها تكون قريبة من الطفل أو من الولد عشان ما يتأثرش بالوسائل المختلفة. ابنك هيتعلم من الشارع، هيتعلم من الفيسبوك أو من السوشيال ميديا، هيتعلم من التلفزيون، هيتعلم من أصحابه، لازم تكون قريب منه عشان لما ياخد سلوك غلط من أي وسيلة من الوسائل ديت تقدر تقاومه وتقدر تعلمه وتقدر تعرفه المنهج الصحيح. بلاش نترك أولادنا للوسائل الإعلام المختلفة اللي شوهت الفكر وشوهت الأخلاق، لازم تكون قريب من ابنك وتعلمه المنهج الصحيح. أذكر حضراتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وزي ما قلنا إن القرآن الكريم بس مش حفظ، القرآن منهج حياة، لازم تحفظ ابنك القرآن الكريم وتربيه على منهج القرآن الكريم. التربية والحفظ الاثنين مع بعض، مش الحفظ بس، لا، التربية لازم تكون أو لازم يكون فاهم قرآن كريم أو متعلم قرآن كريم عشان هو ده يعني مصدر الدين أو مصدر التشريع. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، والفقره الثانيه من نغم الروح. فقرتنا الثانيه هيكون معانا فيها القارئ محمد عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل امسك المايك. اهلا بك يا شيخ محمد. اهلا بحضرتك. معانا ايضا القارئ حسين سمير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طيب الشيخ محمد عبد الله قول لي كام سنه بقى؟ 18 سنه. 18 سنه ما شاء الله، يعني العمامه والقران الكريم اصلا مدينك وقار. انا قلت انت 25 سنه 26 سنه. الله يعز، ربنا يزيدك يا رب ويبارك فيك يا رب دايما. طيب الشيخ حسين اهلا بك مره تانية، حضرتك منين؟ اتفضل امسك المايك. ان شاء الله من الغربيه، محافظه سمنود، محافظه الغربيه ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك. كم سنه؟ ان شاء الله 23 سنه ان شاء الله. اهلا بك. طيب لو حابين بقى نبدا الفقره ديت مع الشيخ محمد عبد الله بايات من الذكر الحكيم، ممكن تمتعنا بايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون،
يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، بجد من أجمل الأصوات اللي سمعتها في الترتيل. أنت بتقرأ تجويد ولا ترتيل بس؟ ترتيل بس. بتميل أكتر للترتيل. مين أكتر حد بقى من القراء بتحب تسمع له في الترتيل؟ في الترتيل حاليا في على الساحة يعني الشيخ محمد رشاد، إمام وخطيب الجامع الأزهر، ومن قراء الخليج طبعا الشيخ ماهر المعقلي لأن صوتي بيشبهه كتير بنسبة كبيرة، والشيخ ياسر الدوسري ونصر القطان. ما شاء الله. يعني أنت بتحب مدرسة الحجاز. هي خد بالك مدرسة الحجاز مميزة أكتر في الترتيل بخلاف المدرسة المصرية بتميل أكتر للتجويد. يعني حتى قراء الرأي الأول في مصر هم بيميلوا أكتر للتجويد مش للترتيل، رغم أنهم كانوا أسد في الترتيل وفي التجويد، لكن معروف عن المصريين التجويد أكتر. لكن هناك قراء كثيرين في مصر يقرؤون بالحجاز أيضا ترتيل. بس المدرسة المصرية معروف عنها أكتر التجويد أكتر. يعني هم المصريين ما شاء الله يعني هم يعني القادة في العالم في قراءة القرآن الكريم. بالظبط. وزي القرآن الكريم زي ما كنا بنقول الفقرة اللي قبل كده هي رقم واحد في العالم كله. وخرجت قراء ما شاء الله يعني عمالقة في العالم كله لأنها تورد القرآن للعالم أجمع. بالضبط. يعني أنا كنت شفت فيديو فترة أخيرة للشيخ عبد الواسط عبد الصمد كانوا بيستقبلوه في أحد الدول العربية، كانت السعودية تقريبا، وكان استقبال بكل حفاوة، يعني استقبال كما يستقبل الأمراء والسفراء والوزراء. إنه صاحب الصوت الذهبي. بالضبط. يعني في مصر بصراحة هي رائدة على مر التاريخ فعلا. الحمد لله. طيب خلونا بقى نروح للقارئ حسين سمير. إن شاء الله. قول لي بقى يا شيخ حسين أنت دارس إيه؟ انا والله خريج كنت انا معايا دبلوم صنايع، بس الحمد لله ربنا انعم عليا بعد كده ان انا خلصته واتممت حفظ القران الكريم، والحمد لله ده بفضل ربنا ثم فضل عليا اخواتي. و بدات تحفظ القران الكريم وانت كم سنه؟ وانا تقريبا حوالي ممكن 20 سنه ولا حاجه، والحمد لله ربنا. يعني انت بدات وانت 20 سنه ولا اتممت حفظ وانت 20 سنه؟ لا 20 سنه واتممت حفظ 22 ونص حاجه زي كده. ما شاء الله. انت بدات حفظ وانت في 20 سنه بعد ما انتهيت من الدراسه. الحمد لله. الحمد لله. يعني ده بيكون صعب كتير، صعب جدا على كتير من الناس، يقول لك انا في مرحله عايز بس اجهز واتجوز واشتغل. والله وسبحان الله، يعني هي بفضل ربنا الاول، اولا بفضل ربنا ثم بعد كده بفضل الصحبه الصالحه. احنا عندنا يعني الانسان لو عنده عزيمه في حفظ القرآن او في اي شيء لازم هيعمله ان شاء الله، ربنا هييسره، بس احنا معانا اللي احنا بناخد بالاسباب. بالظبط. طبعا الانسان مكلف بكل، يعني الانسان فينا مكلف اللي هو يعني يصلي ويصوم ويعبد ربنا تمام، بس في برضه نقطه عايز اقول لحضرتك عليها، الانسان لو عنده يعني عزيمه وهمه ان هو يعمل اي شيء ربنا ان شاء الله يعني هيعينه. أكيد. بس هو يبتدي اللي هو يعني ياخد بالاسباب وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله. اكيد طبعا. طيب هتمتعنا بالنهارده بقى ان شاء الله. ان شاء الله نقرا ان شاء الله باذن الله ايات من سوره الحق باذن الله. نسال الله تعالى القبول ان شاء الله. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي
أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. يمكن الفقرة النهاردة كلها ترتيل إن شاء الله. يعني الشيخ محمد بيبدأ بالترتيل والشيخ حسين بيبدأ بيختب بالترتيل. طيب شيخ محمد قول لي أنت عندك مواهب تانية غير حفظ القرآن الكريم والصوت والترتيل؟ عندي خطابة. خطابة؟ وغير الخطابة؟ عندي مواهب الصوت والترتيل. أنت بتكلم في المايك؟ موهبتي الإلقاء في الخطبة والصوت. طب ممكن تلقي علينا بعض الكلمات دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. نبذة بسيطة عن الموت لأنه كثر في أيامنا التي نعيش فيها. نسمع أنه كان يضحك فمات، كان يصلي فمات، كان يلعب مات، كان يغني مات، ولكن شتان بين من يموت وهو يغني وبين من يموت وهو يقرأ القرآن أو هو ساجد إلى المولى سبحانه وتعالى. فعندما ينزل ملك الموت على الإنسان كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سيد المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وبعد ذلك ينزل أكبر جراح في الكون كله ألا وهو ملك الموت. لماذا ينزل؟ ينزل ليأخذ الأمانة، فيقول كلمات ليأخذ الأمانة، يقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي حميدة مجيدة في روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. ولكن قبل أن يقول ملك الموت تلك الكلمات تكون الروح
في سكرات الموت، آه من سكرة الموت، ألم نزل بالروح في جميع أعماق البدن، فالروح منزوعة ومجذوبة من كل عرق من العروق، ومن في كل مفصل من المفاصل، في أصل كل شعرة وبشرة حل بها الموت من الرأس إلى القدمين. سؤال: لماذا لم يستغيث الميت؟ سؤال: لماذا لم يصرخ الميت؟ سؤال: لماذا لم ينادي على الأحباب؟ لماذا لم ينادي على الأصحاب؟ أتدرون لماذا لم يستغيث الميت؟ أتدرون لماذا لم يصرخ الميت؟ لأن الموت قد صعد إلى العقل فغشيه وغيبه، وجاء إلى البصر فأعماه وأذهبه، وجاء إلى اللسان فأخرسه وأسكته، وجاء إلى اللون فغيره وأصفره، وجاء إلى الجسد فهده وأسكنه، ارتفعت الحلقتان إلى أعالي الأجفان، وتقلصت الشفتان، سكرة بعد سكرة، وجذبة بعد جذبة، وشدة بعد شدة، جعلت سيد البشرية سيدنا رسول الله يمد يده إلى قدح فيه ماء ويمسح على جبينه ويقول: يا سبحان الله، إن للموت لسكرات، فاللهم هون علينا جميعا سكرة الموت. اللهم أمين، ربنا هون علينا جميعا سكرة الموت يا رب العالمين. اللهم أمين رب العالمين. بجد أنا يعني عجبني إن حضرتك قارئ ما شاء الله، وفي نفس الوقت خطيب مفوه. بدأت خطابة وانت كم سنة؟ من وانا عندي 15 سنة. 15 سنة بتصعد المنابر وانت 15 سنة. في حد شجعك بقى في البداية وقال لك انت ممكن تبقى خطيب مفوه فلازم تصعد منبر او تتدرب او كده؟ اللي شجعني هو خالي، وهو في مقام والدي، لانه هو الذي زرع في هذه القيم منذ الصغر، لأنني كنت أعيش معه في وأنا في صغري. جميل. طيب فهو الذي زرع فيه كل هذه المبادئ. طيب إحنا أذان الظهر دلوقتي وجب، فهنستأذن بقى الشيخ حسين يقيم أذان الظهر. يقيم ولا يرفع أذان الظهر؟ الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الفلاح
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القارئ حسين سمير، بشكرك شكرا جزيلا، أسعدتنا وأمتعتنا ونورتنا في برنامج نغم الروح. القارئ محمد عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا بصراحة في الترتيل ما شاء الله، في الخطابة ما شاء الله، ربنا يوفقك إن شاء الله، بشكرك شكرا جزيلا. خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، لكن قبل ما أختم، في موهبة جميلة جدا شاركت معنا في برنامج نغم الروح، القارئ الطبيب مصطفى أبو زيد. دكتور مصطفى، يعني من أجمل الأصوات اللي أنا سمعتها وأجمل الخامات الصوتية الجيدة التي تستحق السماع وتستحق الوصول للجمهور، وفي نفس الوقت بينام موهبته بشكل غريب، يعني دايما تلاقيه مع الدكتور أحمد مصطفى كامل، تلاقيه مع الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، دايما بينام موهبته ودايما بيتعلم ودايما بيتطور من نفسه. يعني لما يكون طبيب أو صيدلي وعنده عمل وعنده مجال اللي هو شغال فيه ويترك كل ده ويتفرغ للقرآن الكريم بعزيمة وبإصرار، وزي ما قلت لحضراتكم هو خامة صوتية جيدة جدا، وبيكمل الموهبة ديت أو بينمي الموهبة ديت دايما باستمرار، فبجد من الأصوات الجميلة جدا. وأنا اتشرفت إن هو كان معانا إن شاء الله، كان معانا الحلقة اللي فاتت في برنامج نغم الروح. فإحنا النهاردة معانا فيديو للدكتور مصطفى أبو زيد، هنسيب حضراتكم مع الفيديو وإن شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم. فَلَا أَنْتَ خِذَهُ
Fly.